هذه القهوة التي نشم رائحتها لننتعش ونحس بالنشاط بعد تذوقها والاستفادة من محتوياتها. وما لم نجب عليه بعد هو إن كان لها تأثير على الوزن. الخبر الجيد أنه القهوة العربي والقهوة التركي خفيفين من ناحية السعرات الحرارية، فكل كوب من القهوة العربي يحتوي على 15 سعرة حرارية، وكل كوب من القهوة التركي يحتوي على 20 سعرة حرارية. ولكن الخطر يكمن في إضافة السكر للقهوة التركي، فكل ملعقة صغيرة من السكر تحتوي على 30 سعرة حرارية، فكل إضافة تزيد من طبعا السكر والسعرات الحرارية في القهوة التركية. والقهوة سريعة التحضير تحوي 4 سعرات فقط للكوب الواحد تقريبا، والإسبرسو سعرة حرارية واحدة، ولكن الإضافات التي تحلو لنا هي التي تغير كل شيء. فإذا أضفنا ملعقتين صغيرتين من الحليب كامل الدسم إلى كوب القهوة تزيد سعراته الحرارية إلى 20، في حين أن ملعقتين صغيرتين من الكريمة ترفعان السعرات إلى 106. وبنظرة سريعة على بعض المشروبات التي تحتوي على الحليب سنجد أن السعرات الحرارية ارتفعت ودخلت مرحلة الخطر، خاصة إذا تناول الشخص أكثر من كوب في اليوم. والملاحظة اللافتة هي في المشروبات الباردة، طبعا لا حد يسأل عن السعرات الحرارية في الموضوع، ولكن الحقيقة أن هذا المشروب يحتوي على أكثر من 400 سعرة حرارية، والكريمة التي يتم وضعها على المشروبات الباردة عادة ما تحتوي على 130 سعرة حرارية، هذا عدا عن الإضافات الأخرى. سارة الدندراوي، العربية.